ابنة الفنانة المصممة الراقية سهام الهبطي تشرفنا اليوم في هذا الأسبوع اللي تنتفل فيه بالمرأة المغربية، وهي مصدر فخر لكل المغربيات في الفن ديالها، في التصاميم ديالها، في الرؤية ديالها للقفطان المغربي. تتشرفنا كذلك خارج أرض الوطن. غادي نتعرفوا على الجديد ديالها بمعية ديال ليلى حديوي طبعا كالعادة، اللي جات أكثر من أنيقة وجميلة في هذه اللبسة. ما شاء الله عليك. قلتي كل شيء سميرة، أنا غنمشي في هذه. قلتي كل شيء مقدمه، لو في الاخر قلت زعما زوينه، مقدمه هائله. حيت تعرفي لا غولاسيون ديالي مع سهام الهبطي، معنا انا اقدرها كثيرا كامراه، كجمعويه، كشاعره، كشاعر وكفنانه. ما شاء الله عليك. وهذا الشيء جو نو جيت با دي فلور. سفيره القفطان المغربي حتى هي، لان سفيره القفطان المغربي دائما والله العظيم اللي تنقولوا لك هذا الشيء ديال بصح، لان سهام الهبطي دائما في القفطان المغربي كتمشي به لاوروبا، الدول الخليج، الولايات المتحده، زعما فين ما مشينا تلقاو البصمه ديالنا. شوفي الهضره ديالنا ما تيكوناش الناس يشوفوا غير العرض، هي ولا تقترحي علينا. الو كيف قلتي سميره، مرحبا بك معنا في صباحية الدوزة. ما خليناش هضر. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. وحنا عيطنا لك اليوم حيت بغيناك تبيني المراه المغربيه بجميع لي فاسيت ديالها، يعني في جميع الحالات ديالها. انت ام كيف قالت سميره، انت فنانه مبدعه، شاعره، يعني تبارك الله عليك عندك بزاف ديال المواهب، وفي نفس الوقت جيتي بالجديد ديالك، لا كوليكسيون ديالك. شنو هاد لا كوليكسيون اللي درتي جديده؟ في هذا اليوم العالمي للمرأة، فأنا حاولت نقدم واحد الباقة من القفطين، يعني كتشكل تتقدم المرأة المغربية. أنا بغيت نقول لك لا كتبقاي في صباغتك، كيقول لك الله يخلينا في صباغتنا، أنت هنا كتبقي في صباغتك. ولكن يعني كل مرة في لون. إي ولكن أنا باش كيعجبني في سهام الهبطي، كيعجبني فيها سكو تتبقى لا توش ديالها، وكتبقى دائما غاديه في القدام. فوالا ما سي فري كو بحال دابا كاينين دي فوا تنطلعوا تنهبطوا نيفو، ولكن انت تبارك الله عليك تو بارك الله فيك مانيفيك. بحال دابا هذه اللبسه سي فري كو مغربيه، تتبان القفطان المغربي اصيل مخدوم بالطرز اليدوي ومنبت بالاحجار، غير انه هو الفصالات شويه عصريه، مي ملي تتلبس تتبان ذاك القفطان التقليدي 100%. فهاد النوع حاولت نقدمه لهذا اليوم العالمي للمرأة كشكل يعني جديد في اللباس التقليدي. سي تخي مودرن، تجيني كما لبسة يعني قفطان ولكن عصري، كاين الكاشي ديال التقليدي. وي وهادشي اللي تيعجبك انت بزاف في سهام الهبطي، حيت كتبقى في الكاشي ديالها التقليدي. فهاد انت باش عاوتاني دخلتي الجديد ديال سهام الهبطي في لي تيسيو، وليتي كديري ثلاثه حتى اربعه المزيج ديال، يعني تقدر تكون قطعه واحده في لا ولكن قطعه واحده في اربعه ديال لي تيسيو مخلطين في لبسه وحده، ياك في اللبسه يعني في القطعه مثلا الفوقانيه فيها عده اثواب ومخلطه، تنحاول نمزجوها بالطرز بالاحجار باش تجي قطعه واحده وتجي خفيفه حتى في اللبسه. يعني الا كانت بحال دابا هاد لي جون ديال دابا ما تيبغيوش يلبسوا قطع بزاف، فتتحاول تنحاول ندير اللبسه يعني قطعه واحده وتجي خفيفه في اللبس. بحال دابا هادي طويله هادي دابيتود ما سنتيش لي لونغور نتين لي لونغور وراني مارس. لا لا بالعكس، انا تنبغي لي تخان ماشي لي تخان، هادي ماشي تخان، هادي كمان مجات فيها اون لا هي لبسه طويله ولكن ماشي تخان، ما تنديرش لي تخان. هادشي علاش نسولك، لا با دو تخان ما معروفاش بلي تخان، هاني جاتني بحال اون تخان، غير لبسه تقليديه يعني طويله. دابا هذا السلهم، هذا قفطان اسلهام وي تتلبس من الفوق، والقطعه التحتانيه هذه شويه عصريه، يعني جمعتي ما بين التقليدي وهذا باش تقدر تحيدو مثلا وتبقى وكتبقى اللبسه منخويه في نفس الوقت. هذا نوع اخر من القفطان المغربي عصري، يعني تتلبس ماشي لابد في الاعراس، يقدر يتلبس في مناسبات سهرات خفيفه، ودائما بدك اللمسه التقليديه المغربيه باش ودائما تتبقاي في ذوك النظيمات الرقيوقين، ما كتديريش كديريهم غلاظ. علاش؟ لان اللبسه دابا رجعت شويه بري دو كور، يعني دونك تتحاول دير ديك المضمه رقيقه باش تبقى تتبقى لاكوب باينه. الا درتيها عريضه علاش؟ ملي تتخبع ذاك الصاله التقليديه، حيت شحال هادي كان تقطيع داك الكتاف هابطين، اللبسه واسعه بزاف، دونك تنديرو داك المضمه واسعه باش تتجمع، باش لبسه وحده تجي قد كلشي. يعني دابا فهمنا بزاف الحوايج. لا دابا اللبسه تجي قد كل وحده وقد زعما قياسها. انت
هذه بالسلهام دونك تهدي هذه ماشي سلهام هذه انت معروفه بهذا اللون معروفه بهذا اللون الاحمر لا الاخضر الله يخليك الرايه المغربيه سي فري معروفه المغربيه كلها ما شاء الله وكتبقى دائما في نفس الطرز نفس الخدمه ولكن كل مره بواحد الطريقه مختلفه نفس الخدمه كل مره غيرسي توجور ان سوربراندر اه اكزاكتومون تبارك الله دونك هذه سي اون كاب ياك ولا قفطان محلول حيت كاين اللي تيبغي يلبس القفطان المحلولين دونك سي تادير كو السيده تقدر تلبسها دو بياس كيف تقدر تلبسها اون بياس تقدر القفطان الفوقاني تسدو وتلبس حتى هو تحزم عليه ولا تقدر تحيدو تبقى باللبسه هكا خفيفه الا كان شويه الجو مره درتي مضمه بالموبرا ديما تندير المضمه موبرا ولكن ديما تيكون فيها السقلي هذه المره ما درتيش فيها السقلي اه داك هو فيها الاحجار انا تبعك اسياب انا حيت عندي الموبرا ضروريه علاش حيت حتى الا كان مخدومه بالذهب ولا شي حاجه ديما داك عاده انت كديري الضمه تديري بالموبرا وكتدخلي فيها السقلي كتخدمي بها السقلي ولا ترزنطع هذه المره درتيها سامبل مع انا كي سامبل لان اللبسه ديجا شارجي دونك حاولت نخفها بهذيك خلاص عليك القفطان الفوقاني كما اللي كاينه في القدام ديال لاجيب هذيك الزواق ديال المعلم بحال جات بحال مشبكه الزواق باليد هكاك لا من البعيد كتبان بحال شبكه ولكن هي ماشي شبكه هي فلوغ مخدوم فيها مخدوم بالمعلم باليد تبارك الله عليك الله يبارك فيك وهذه بصح حمراء مخدومه بطون سيغ طون يعني حتى الزواق والخدمه القداميه حتى هي بالحرير وحتى لا جوب درتها بالموبرا لا لا جوب بالموبرا لتحت ثانيه بالموبرا ثانيه بالموبرا دونك درتي الموبرا من التحت عاد درتي من التحت تفاجئنا دائما وهذاك لمسه الموبرا ضروري يعني ديما كاينه حاضره في اللباس ديالي والمبرس تبقى دائما من خويا تتبقى تتبين داك اللمسه المغربيه حتى هي حتى ما كانش الخدمه المغربيه تندك المبرا الاحمر واو حقيقه كل مره قلت لكم قبيله كن تنتفاجئوا باللباس ديال سامي الهبطي الله يخليك حتى الشاف هادي تا هو ديالي تا هو متبع الشاف هادي وكنتمنى بان كاع الرجال اللي كيشاهدونا هذا الصباح يكونوا حتى هما كيتمتعوا معنا بهذا العرض ياخذوا افكار ديال كادويات للنساء ديالهم اه بيان سور هذا نضى يجيو عند سامي الهبطي ان شاء الله دونك هذه اللبسه هذه حتى هي مختلفه من داكشي اللي تدير دابيتود عمري ما شفت عندك هذا لو ديغرادي اللي عندك في الكمام يعني شويه تول تروبارون مع الثوب وغير هو الثوب ومزوق من الفوق يعني اللي هو صعيب الشغل فيه يعني هو الثوب الشتيه ديال موزونه لو سكان وفوق منه كاين الشغل ديال المعلم وهي المضمه ديالك فوالا هذا اللي صعيب هذه اللي المضمه اللي تنعرفوا ديال سامي الهبطي والخدمه ديال المعلم كلها ان غوري شوف الخراط كيفاش هابطين من تحت الكم الخراط مطروزين واو واو تبارك يعني الله يعني هذه باينه قفطان تقليدي زعما اكيد يلي تقليدي ولكن دائما بواحد لاطوش مودرن دائما ديك لاطوش مودرن عندك دونك شنو هو البروشان ديفيلي عندك اسيام لطيف بروشينمون البروشان ديفيلي عندنا القفطان القفطان ديال مراكش اللي 2016 وهاد السنه سنه مميزه يعني 20 عيد ميلاد ديال 20 سنه وحنا راه عندنا عيد ميلاد ديال 5 سنين كان البارح 8 مارس هادشي علاش جيتينا بالجديد دونك 20 اديسيون ان شاء الله غادي تكوني فيها كاين شي كوليكسيون مميزه ونخليو مفاجاه الجديد والعجيب غيكونوا مصممين تبارك الله يعني مميزين هذه السنه وغادي كل واحد غادي يبرز الابداعات ديالو شنو لو تام ديال هذا العام؟ العام سي الكوستيم اترنيل دونك غادي ندير شي كوستيم اترنيل خالدات كوستيم اترنيل ماشي لابد المغرب يعني نقدروا نستوحيو من بلدان اخرى يعني كل واحد غادي يستوحى من شي حاجه باش تخلي داك اللباس التقليدي اللي يكون فيه ثقافات اخرى يعني ملي تتستوحي من بلدان اخرى يعني عندك شي ثقافات اخرى الله يبارك فيك الهبطي الله يبارك فيك هذا لون اخر عاوتاني درتي اقترحتي على المشاهدين والمشاهدات ديال هذا الصباح هذا انا كنت نتمنى كنتمنى بان المشاهدات يكونوا كيتمتعوا معنا بهذا الحركه هذه المضمه اللي مختلفه عاوتاني على هذه ما عمرني ما شفتها عندك اسيهام هذه المضمه مصوبه وي شويه مصوبه بدي مخصو قطع يعني الجلد منبت واو وفيها الخدمه المعلم تحيه للام ديالك اللي تشاهدنا كنظن وتحيه لجميع السيدات اللي تشاهدونا هذا الصباح
ما خليناش نشوفوا اللبسه ديالك ليلى. ايام على الراس والعين اذا بغات المخرجه نمشي. ولكن دابا بغيت ما عندناش الوقت بزاف. اخر سؤال وفي نفس الوقت يتكلم على اللبسه ديالي، اخر كلمه للمراه المغربيه ولا كلمه للمراه؟ تنعرفوا بان هذا اليوم يعني العالمي للمراه، فهو هي فرصه يعني للنساء باش يسمعوا الناس اصوات ديالهم، اللي زعما كل وحده تطالب بحقوقها الانسانيه والاجتماعيه والانسانيه. يعني تنعرفوا بزاف النساء اللي كيعانيوا العنف، يعني بزاف اللي يعني هذه القضيه بدات في ايطاليا شحال هذه، وهذيك باش خلاو هذا اليوم العالمي للمراه. نتمنوا بان التطور اللي عرفته الولايات المتحده يوصلنا حتى هو وصلنا. ولكن حنا في المغرب كما زعما نجبدوا دينيا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قال لنا باش نعتنيوا بالمراه يعني في خطبه الوداع، يعني ماشي نهار واحد في العام كله الواحد زعما يعتني بالمراه. وهذا يعني يوم رمزي ديالو، الزوجه ديالو، الاخت ديالو، الابنه ديالو، الصديقه ديالو، اللي ما عليك يعني فتن جميع يعني الناس باش يعتنيوا بالمراه، لان المراه بعد المغربيه ماشي غير تخدم خارج البيت ديالها، حتى داخل البيت ديالها. ويعني تطلبوا منها الكثير. هذا القفطان ديالك اسي ملبطي، تبارك الله على ليلى سميره وليلى، تبارك الله تنشوف كيف فين واصلين يعني كنساء، يعني تبارك الله تيخدموا داخل بيوتهم وخارج يعني بحالك اسي هام. ايوا تنشوف زعما كاع الوالدات ديالك ما شاء الله، وبحال كل السيدات اللي تيشاهدوا صباحيه دزام هذا النهار هذا، تحيه لهم فين ما كانوا. كلمه على هذا القفطان باش نختموا اسي هام. قفطان بالتول دو سوا بخدم توا بالزواق 3 بيس 3 بيس وجامع ليلى حد جهتي اختك. انا راه قلت لها غير دخلات قلت لها شفتي هذا القفطان جاك تيفتن ما شاء الله عليك. وانا اللي تيجبني هي تيا سفيره ديال القفطان المغربي، بارك الله لباسه 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 اللي تيجبني في قفطان ديال سهام الهبطي براتيك حتى في اللبسه ديالهم مريحين. تنشكرك سهام الهبطي على تلبيه الدعوه في هذا اليوم الخاص من صباحيه دزام. شكرا شكرا يعني استمتعنا بضيفات مميزات ما شاء الله على هذه الحلقه الصباحيه دازا. نتمنى انكم تستمتعوا بحالنا حنايا. باقي ما ساليش الحلقه ديال اليوم، غادي نكملوها مع ليلى الشوي طبعا بعد قليل، لكن قبل منها فقره الجمال وليليا مولين.